ده خبر برضو مهم جدا وهيهم كتير من حضراتكم. عارفين حضراتكم أبراج الضغط العالي اللي موجودة وبتمر بين البيوت والمناطق السكنية وعاملة قلق كتير في بعض المناطق السكنية. وزارة الكهرباء أعلنت إنها هتحول الخطوط والكابلات دي اللي حضراتكم بتشوفوها في الهواء موجودة طبعا على الأبراج، هتحولها لكابلات أرضية موجودة تحت الأرض، وبالتالي خطر الكابلات دي والخطوط هيزول بإذن الله. وزارة الكهرباء أكدت إنها هتنتهي من تحويل الخطوط والكابلات الهوائية لأرضية نهاية السنة الحالية 2018 أو في أوائل السنة اللي جاية 2019. وزارة الكهرباء قالت كمان إن في شركات توزيع انتهت فعليا من تحويل الكابلات الهوائية لأرضية بنسبة 100% في النطاق الجغرافي اللي بيختص بيها الشركات دي في المحافظات، وإنه تم تخصيص حوالي 1 مليار جنيه من وزارة التخطيط والتعاون الدولي علشان تحويل الخطوط الهوائية الأكثر خطورة على حياة المواطنين في كل المحافظات إلى خطوط أرضية. واسمحوا لنا مشاهدي الكرام، بينضم لي عبر الهاتف الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء. يا دكتور أيمن أهلا وسهلا بيك، مشرفني في الحياة في مصر. تحياتي يا فندم دائما لحضرتك والمشاهدين الكرام وشعب مصر الكريم. اهلا وسهلا بيك يا دكتور ايمن. التطورات اللي بتحصل في تحويل الخطوط الهوائيه الى ارضيه، لان الموضوع ده مهم جدا، كان بيشكل خطوره وما زال طبعا بيشكل خطوره على كتير من اهالينا اللي بانيين حوالين الكابلات دي، بس الخطوره واحده واحده هتزول بمجهودكم ان شاء الله. وطبعا انا بحيي حضرتك للاشاره لهذا المجهود، لان هو دوت فعلا بيهم الكثير من الناس. ويمكن بالرغم زي ما حضرتك قلت ان هو يعني اللي هو الزحف السكاني هو اللي جه على الخطوط او يعني متفاهمين تعدي على الخطوط، لكنها في النهايه احنا بيبقى حريصين جدا ان احنا نشيل اي سبب للضرر الممكن يقع على اي مواطن. ومن هنا كان هناك في تنسيق بيننا وبين وزاره التخطيط ووزاره الاسكان، كل الجهات المعنيه علشان نحول او ندبر التمويلات الخاصه بتحويل الخطوط الجهد اللي هو المتوسط الى كابلات ارضيه. وبالفعل احنا بدانا في الخطه ديت، يعني انتهينا من الجزء الاولاني المرحله الاولى في 30/6 الماضي. في مناطق زي ما حضرتك اشرت فعلا او شركات توزيع انتهت بالكامل، زي شركه اسكندريه توزيع يعني، في وفي بعض الاماكن الاخرى. انما هناك برضو ما زال في بعض الشركات هناك غطت بعض الاماكن، وهناك اماكن لسه لم يتم تحويلها او جاري تحويلها في المرحله الثانيه. المرحله الاولى تكلفت حوالي تقريبا 700 مليون، والمرحله الثانيه ان شاء الله هتتكلف حوالي 1 مليار جنيه. طبعا ديت في طبعا بالتنسيق مع الساده المحافظين وفي المحليات الاماكن الاكثر خطوره، يعني بحيث ان هي ما يعني تمنع اي ضرر ممكن يقع على اي مواطن بالنسبه للاماكن السكنيه، المدارس، المستشفيات. انتوا عاملينها كم مرحله يا دكتور ايمن؟ يبقى فيها ضرر، يبقى يعني في احتمال بيبقى كبير يعني. كم مرحله يا دكتور ايمن؟ وفعلا ان شاء الله ان احنا ننهي المرحله الثانيه ان شاء الله، ممكن على السنه القادمه ان شاء الله او بدايه السنه القادمه ان شاء الله نكون انهينا المرحله الثانيه باذن الله ان شاء الله. كم مرحله يا دكتور ايمن؟ باذن الله هي على مرحلتين يعني، ده حاليا. وطبعا لو في تطلب الامر لمرحله ثانيه يعني احنا حريصين جدا زي ما حضرتك اشرت الى ان احنا نزيل اي ضرر، ولكن بيظل هناك يعني برضو تحدي اللي هو الزحف السكاني على الاماكن اللي هي خاصه بالابراج او الخطوط الهوائيه او المنشات الكهربائيه، لان احنا بنبقى حريصين جدا احنا نبعد المنشات الكهربائيه دي. لازم يكون في حرم للخطوط الضغط العالي، لكن يعني المباني بقى المخالفه والزحف السكاني هو دوت اللي بيضعنا في تحدي جديد يعني. طيب احنا بنتكلم على المرحله الثانيه هتنتهي ان شاء الله في بدايه السنه الجايه، نهايه السنه دي او بدايه السنه الجايه، صح يا فندم؟ ان شاء الله باذن الله ان شاء الله على السنه القادمه ان شاء الله. حلو يعني جدا. احنا يعني حاليا بيتم الـ يعني بالفعل تم وضع الخطه اللي هي المرحله الثانيه،
في بعض المناطق بدأوا بالفعل فيها اللي هي يعني ما استمش استكمالها في المرحلة زي الأولى ايه المناطق دي يا دكتور وجاي ايمن؟ استكمالها في المرحلة الثانية، وإن شاء الله تستكمل يعني بإذن الله. احنا حريصين ان احنا لان دي بتتزامن مع جزء تاني مهم جدا وهو تطوير شبكات التوزيع. يعني احنا الخطط بتاعتنا والمشاريع بتاعتنا بتبقى كلها بالتوازي، يعني خطة تطوير شبكات التوزيع مع تحويل المسارات مع خطة تطوير شبكات النقل. يعني الحمد لله احنا يعني في حزمة من المشروعات دائما احنا شغالين فيها. يعني زي ايه بالظبط يا دكتور ايمن؟ يعني المناطق اللي حضراتكم هتشتغلوا فيها، لو في تفاصيل اكتر عن المناطق لو متاحة طبعا مع حضرتك دلوقتي. هو طبعا هي التفاصيل كلها يعني مش قدامي يمكن دلوقتي، ولكن انا مقدر. بصفه عامه احنا يعني ان شاء الله يعني باذن الله. يمكن اشرت لحضرتك ان هو في مناطق زي ما يعني المناطق اللي في اطار الشبكات او الخطوط اللي هي الخاصه بشركه اسكندريه التوزيع دي تم الانتهاء منها وجاري الاستكمال الباقي ان شاء الله في خلال المرحله الثانيه باذن الله ان شاء الله. طيب انا ما ارجو من حضراتكم حاجه واحده يا فندم، وهو ان الكابلات الضغط العالي دي ما نشوفهاش مرميه في الارض زي بعض المناطق اللي موجوده. يعني على كورنيش المعادي ممكن حضرتك تشوف بعض الكابلات الضغط العالي، الشركات او المقاول اللي بياخد العمل ده بيرمي الكابلات، بيحفر على الوش وبيرمي الكابلات، ومع مرور الوقت بتشوف جزء من الكابل طالع، فبالتالي بيسبب خطوره ممكن مع مرور السيارات عليه او الاشخاص ممكن يسبب لا قدر الله كارثه، بالخصوص بالاخص طبعا لو في ميه مع الامطار والشتاء. فبالتالي اتمنى ان ما يكونش بالشكل ده. لا انا باكد على حضرتك ان احنا حريصين جدا ان اي اعمال بيتم على طول انهائها مباشرة، ولو في استكمال أعمال برضو بيبقى في يعني نوع من الـ يعني التشديد على المقاولين بإنهاء أي إجراءات متبقية أو يعني إنهاء الأمر بكافة جوانبه، سواء بعملية الردم بعملية التحويل ديت، وطبعا بتبقى بأعلى جودة يعني مطلوبة وبأقل وقت إن شاء الله بيه. نتمنى بالتأكيد ده هيكون مرحلة أولى يا دكتور أيمن الضغط العالي، وبعد كده هتتحولوا للسلوك اللي موجودة في الشوارع اللي هو السلوك العادية اللي موجودة في شوارعنا، لا ولا هو فقط فندم بص الموضوع متعلق هي بالضغط العالي؟ وجود الخطوط الهوائية دي ده شيء يعني مش ذات يعني في احنا عندنا في اربع جهود، في جهد افاق وفي جهد عالي وفي جهد متوسط وفي جهد منخفض. بالنسبه للجهد احنا بنتكلم على الجهد المتوسط، في بالنسبه للجهد المنخفض ديت بتبقى يعني ديت يعني شيء طبيعي جدا تبقى موجوده في بعض الاماكن اللي يعني بتسمح بوجود اللي هي او في اماكن تبقى معده بذلك وبطريقه هندسيه وفنيه بحيث ان هي ما تبقاش فيها اي خطر. لما بنتكلم على اللي هو الخطوط بدايه هي خطوط الجهد المتوسط، هي دي اللي احنا شغالين فيها حاليا لتحويلها لكابلات ارضيه باذن الله. هي بشرى بالتاكيد لكل اهالينا اللي بيخافوا، اللي طبعا موجودين وعايشين جنب الضغط العالي وخايفين منه ومن اثره بالتاكيد على الصحه، فيعني مجهود محترم من وزاره الكهرباء انهم هيدعموا الجزئيه دي وهيتشال خالص الضغط العالي ويتحول لارضي، فبالتالي الخطر هيزول. بالتاكيد شكرا.